نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم ارزقنا إخلاص. إلهي آمين. سترما پارا سورة الحج Lesson number 168 at 1 to 24, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كل مرضعة عما أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملها. وتضع كل ذات حمل حملها. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. ولكن
إن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير 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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم फिर से पढ़ेंगे गुन्ना के जितने भी अक्साम आ रहे हैं उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे जो मकदार है उसी को मेंटेन कीजिए फिर से पढ़िए इन कुंतुम से فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة
ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا
بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. 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 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. هو الحق وأنه يحيي الموتى. وأنه على كل شيء قدير. وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ فيه ليضل عن سبيل الله. ثاني يعط فيه ليضل عن سبيل الله. ثاني
عطف فيه، ثاني عطف فيه، ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، عذاب الحريق، عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، خير اطمأن به، خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، 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 انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد، هو الضلال البعيد.
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أقرب من نفعه أقرب من نفعه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير فلينظر هل
هل يذهبن كيده ما يغير؟ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات. وكذلك أنزلناه آيات بينات. وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد جی آیت نمبر 19 سے 21 تک سب مل کر پڑھ کر سنائیے كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق اللهم لا تجعل
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول إلى الطيب من القول إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللہم اجعلنا منہم الہی آمین. جی الحمدللہ یہیں تک ہمارا لیسن تھا. جی اس میں آیت سجدہ آئی ہے آیت نمبر 18 پر, ٹھیک ہے, اس کو نشان لگا لیجیے گا. اور آج کا لیسن لمبا بھی ہے اور مشکل بھی ہے, تو اس کو آپ کو 7 ٹائمز ہی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ آیات ایسی اگر آپ کو لگتی ہیں جو آپ کے لیے اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے پڑھنا, تو اس کو آپ 5 ٹائمز پڑھ لا سکتے ہیں, آپ کے اپنے اوپر چھوڑا گیا ہے. لیکن زیادہ تر آیات ایسی ہیں جس کو آپ کو 7 ٹائمز ہی پڑھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے دو تین چیزیں رولز کے حوالے سے آپ بتا دیجیے گا. جس میں آیت نمبر 5 آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لانگ آیت ہے. اچھا, اس میں ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى, مل گیا سب کو یہ حصہ. اس میں دیکھیے نشاء الى, دو حمزہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دو کلمات میں ہیں, فوراً ایک ساتھ آ رہے ہیں دو, تو یہ حمزہ تعین کا قاعدہ ہوگا. دو حمزہ کا کیا ہوگا یہاں پر؟ تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے. تحقیق میں کیا کرتے ہیں ہم؟ مخرج اور تمام صفات کے ساتھ حمزہ کو واضح کر کے پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ماں نشا پر مت کون سی ہے؟ دوبارہ سے بتائیے. ماں نشا پر, گڈ. الا اجل ان پر کون سی مد ہے؟ پھر سے بتائیے. اجلم مسمى, اجلم مسمى پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا, اور غنہ کا کون سا درجہ ہوگا؟
پہلا درجہ ہوگا. اس کی مقدار کیا ہے؟ ٹو کانسنٹ. ٹھیک ہے, صحیح. مسمن ثم پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کون سے درجے کا غنہ ہوگا؟ تیسرے درجے. تیسرے درجے کا غنہ کب ہوتا ہے؟ اخفا, اقلاب اور اخفا شفوی. ٹھیک ہے, گڈ, بارک اللہ فیکم. ثم نخرجکم طفلا. نخرجکم طفلا, یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, گڈ. اچھا, آیت نمبر اسی میں 5 میں دیکھیے, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ. میں نے آپ کو پڑھا اهتزت. کیوں اهتزت؟ حمزہ کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ تیسرے کلمے پر زبر ہے. یہ حمزہ کون سا حمزہ ہوگا اهتزت کا؟ حمزۃ الوصل ہوگا. دو حمزہ ایک ساتھ آ رہے ہیں, علیہ الماء اهتزت. اس کو ملا کر ایسے تو نہیں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے, تو وہ جو دو حمزہ آئے ہیں آپ دیکھیے اسی آیت میں, ماں نشا او الا, یہ دونوں حمزہ ڈراپ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر دیکھیے علیہ الماء اگر آپ وقف کرتے ہیں تو اهتزت سے پڑھیں گے, لیکن جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ علیہ الماء اهتزت. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ سب کو؟ اچھا, مجھے بتائیے اور ایک حمزہ. آیت نمبر 11 میں دیکھیے, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ. خَيْرٌ اطْمَأَنَّ, اطْمَأَنَّ کا حمزہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. کیوں, کیسے جانا آپ نے؟ دوران کلام ڈراپ ہو رہا ہے, لیکن اس کی ابتدا کریں گے تو ہم کون سی سائن لگا رہے ہیں؟ زیر. کیوں لگائیں گے؟ تیسرے حرف پر زیر ہے. ٹھیک ہے, صحیح. آیت نمبر 13 میں دیکھیے, وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. العشیر کون سا حمزہ ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ دوران کلام ڈراپ ہو رہا ہے. اچھا, العشیر پر کوئی قاعدہ ہے؟ ال کا قاعدہ ہے. اب یہاں لام پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ پڑھا جائے گا. العشیر کی صورت میں بھی اور وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ کی صورت میں بھی, تو یہ کیا ہوگا یہاں پر؟ اظہار قمری. گڈ, صحیح, بارک اللہ فیکم. آیت نمبر 18 اور 19 دیکھیے, ان اللہ یفعل ما یشاء. ما یشاء پر کون سی مد ہے؟ گڈ, مد متصل واجب کب بنتی ہے؟ ایک کلمے میں بنتی ہے. گڈ, حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے. اس کی مقدار کیا ہے؟ توسط, صرف اور صرف توسط. ٹھیک ہے, ہاذان خصمان اختصموا. اگر خصمانی کے بعد میں کلمہ پڑھوں گی تو کیسے پڑھوں گی؟ اختصموا. ٹھیک ہے, کیوں میں نے زیر لگائی ہے؟ تیسرے کلمے پر زبر ہے. ٹھیک ہے, یہ حمزہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے, گڈ. آیت نمبر 22 میں دیکھیے, کلما ارادو ان یخرجوا منہا. کلما ارادو, کلما کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ کون سا حمزہ ہے؟ ارادو, حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے, حمزہ وصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کون سا ہے؟ حمزۃ القطع. ٹھیک ہے, اچھا, این یخرجو میں این کا حمزہ کون سا ہے؟ حمزۃ القطع. ٹھیک ہے, اعیدو فیہا, حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے, ان اللہ اگلی آیت میں, ان اللہ قطعی حمزہ ہے. ٹھیک ہے, ان اللہ یدخل الذین, الذین کا حمزہ حمزۃ الوصل. آمنو, حمزہ قطعی بھی ہے. دو حمزہ ہیں, اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ابدال ہو رہا ہے, ابدال وجوبی ہو رہا ہے. یہ کیا تھا؟ آمنو تھا, کیا بن گیا؟ آمنو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے؟ ابدال وجوبی ہے. ٹھیک ہے, جو لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا, اس کو نشان لگا لیجئے اور لکھ بھی لیجئے اپنے پاس تاکہ آپ کو یاد رہے. جی, یہیں تک رکھتے ہیں, دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.